مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى، وتناول مع حضراتكم ومع ضيوفي الأعزاء موضوع مكافحة الفساد وطرق الوقاية والعلاج. أيضا يمكن الدنيا مبنية على الخير والشر، فيها الصلاح وفيها الأصلح، فيها الهدم وفيها التخريب، فيها الفساد وفيها الإصلاح. ويمكن صور الفساد في عصرنا هذا منتشرة ومتعددة ويستنكرها الكثير منها، بل إنه لا يستطيع أن يتعايش في مجتمع في هذه الظاهرة وهذه الصور المنتشرة من الفساد. وربنا سبحانه وتعالى وضع لهذا الفساد وقاية ووضع له حدود. يمكن الشريعة الإسلامية عندما ترى إقامة الحدود ترى أنه فساد يتعدى إلى الغير، يعني أي فساد يتعدى إلى غيرك هتلاقي في حد. الزنا، جريمة الزنا، ما هو تعدي على حق الغير، يبقى ده في وجب حد فيه. القتل، هدم بنية الإنسان اللي هو خلقها الله سبحانه وتعالى، فيستوجب حد. كل فساد وصل أخيك فاعلم أنه يوجب حد. يبقى ربنا بيعمل إيه؟ بيحد من هذه الظاهرة وهي ظاهرة الفساد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنواع من صور الفساد، منها الفساد المالي ومنها الفساد الاقتصادي. ويمكن هناك بعض المسميات التي يغيرها الناس من خلال مسميات هم بيخترعوها عشان يسوغوا موضوع الفساد، زي الرشوة المنتشرة في بعض المؤسسات أو في بعض المجتمعات، والناس تقول لك أصل دي اسمها هدية ودي اسمها إكرامية. كل ده كلام خطأ، ولا وما أنزل الله به من سلطان. عن موضوع صور الفساد وعلاجه والوقاية منه لنا هذا الموضوع مع ضيوفي الأعزاء. رحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ السيد عبد المنعم أبو السعود من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بك. أهلا وسهلا. كما رحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك يا مولانا. أهلا ومرحبا بحضرتك. دعني أبدأ يعني بفضيلة الشيخ سيد عبد المنعم أبو السعود وأقول لحضرتك صور الفساد المنتشرة في مجتمعنا. ويمكن الصور دي أنا عن نفسي بقول لما بشوف الصور المنتشرة دي بقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها معدودة من علامات يوم القيامة الصغرى. وأقول إن أول صورة من صور الفساد التي تحدث عنها القرآن، الأرض كانت فاضية، ده فيش إلا آدم وحواء زوجته وولاده الاثنين، وبعد كده حدثت أول جريمة قتل على هذه البسيطة، وهي قتل أخ لأخيه الإنسان. الفساد وصوره في القرآن الكريم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى، ولا سيما عبده ورسوله المصطفى. ثم أما بعد، خلينا نتفق بداية عشان نعرف الفساد. الفساد لغة ضد الصلاح، واصطلاحا كما قال ابن عبد البر أن الفساد هو كل ما حوى حراما أو معصية. يعني أي حاجة تحولت من الصلاح إلى الفساد هي كانت في الأصل صالحة، زي بالضبط كده ما يكون عندك طماطماية أو خيارية، هي كانت في الأصل صالحة. صحيح. ثم طرأت عليها العوامل البكتيرية والجوية فتحولت إلى فساد. فالعنصر الفاسد إما أن يكون فاسدا في نفسه أو مفسدا لغيره. لذلك الله جل وعلا قال عن أول أنواع الفساد في القرآن هو الفساد العقدي. العقيدة طالما أنها فاسدة يفسد كل شيء وتفسد معها كل شيء. قال ربنا جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ليه؟ لأنهم كانوا مفسدين في الأرض. الله جل وعلا قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله جل وعلا قال ولا تفسدوا إنه لا يحب المفسدين. ليه؟ لأن أول جريمة وقعت على الأرض زي ما حضرتك تفضلت كانت جريمة القتل، سببها هو عدم السلوك النفس أنني أفضل من فلان، فبالتالي صحيح. أتحول من عنصر مصلح إلى عنصر مفسد. ولو رجعنا بقى شوية ورا، كانت أول جريمة وقعت في الأرض جريمة فساد بسبب النفس والكبر. إبليس لما أمره ربنا جل وعلا أن يسجد لآدم مع الملائكة قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الكبر هو أول عناصر الفساد التي تحدث عنها ربنا، وتوعد إبليس الناس بإفسادهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا
عبادك منهم المخلصين. نعم. لم يقل المخلصين ولكن قال المخلصين، لأنه فرق بين المخلص وبين المخلص. فالمخلص هو الذي ربما يشوب إخلاصه شائبة من رياء. أما المخلص هو العبد الذي يراعي ربه لأنه يعامل ربه بالإحسان لا بالإيمان. إذن العقيدة طالما أنها صالحة يصلح معها كل شيء. لذلك قال سيدنا الإمام ابن القيم أن القلب أمير للجسد والأعضاء هم جنوده، فإذا صلح الأمير صلحت الجنود والرعية، وإذا فسد الأمير فسدت الجنود والرعية. صحيح. يعني أخذ منك فضيلة الشيخ سيد إني يعني أنا استشف كده. نعم. إن الفساد هو طبع مكتسب. نعم أحسن. وليس صفة في الإنسان. نعم. ملازمة له. نعم. يعني فطره. نعم. الله عليه. نعم. الله فطره على الخير. أحسن. اكتسبها العبد بالذنوب والأثام والمعاضي والمعاصي. عفوا. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن الأرض طيبة. نعم. والأصل طيب والخلقة طيبة، تفسد بفسادك أنت، بإفسادك لها. نعم. يعني حضرتك ترى في الشوارع النماذج، ونحن نعيش في هذا الوطن وفي كل الأوطان، الزرع محطوط شكله جميل ومنمق، يعمل إيه الإنسان؟ يجي يقطع الزرع. طيب بتقطعه ليه؟ ما هو منظره جميل وبيخرج لنا الطاقة الإيجابية وثاني أكسيد الكربون بيمتصه عشان يخرج لنا الأكسجين. لا، هو مجرد فساد للإفساد، مجرد تخريب للصورة. نعم. وتشويه للبيئة. تخريب وإفساد للصورة. أنا هاخد من طرف كلام حضرتك، يعني مدام أنت ذكرتنا. نعم. الفساد البيئي. نعم. وعدم المحافظة على جمال الطبيعة. نعم. إلى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف، وقول لحضرتك القرآن الكريم لما يعني عمل الأول وقاية من موضوع الفساد. نعم. وبعد كده خد مرحلة العلاج لهذا الفساد. الفساد عندنا متعدد، يمكن القرآن ظهر يعني أظهر بعض جوانب الفساد، الفساد السياسي من خلال قصص قرآني موجود. يعني الفساد السياسي مثلا تمثل في فرعون. نعم. وفرعون ذي الأوتاد. مظبوط. الفساد المالي تمثل في قصة قارون. نعم. وفي فساد أخلاقي. صحيح. لو أشرنا إلى أنواع هذه الصور المفسدة للمجتمع اللي حضر منها القرآن الكريم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، زي ما حضرتك تفضلت أكثر من صورة من صور الفساد تكلم عنها القرآن الكريم وتكلمت عنها السنة النبوية المطهرة. نعم. منها على سبيل المثال زي ما حضرتك تفضلت كده، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وكأن ربنا بيقول لنا أنه سبب اندثار هذه الأمة وهذه الحضارة العريقة وهذه كذا وكذا وكذا أن الناس قرروا الدخول في عصر من عصور الفساد في تدمير لكل الحضارة التي بنوها. نعم. زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة أيضا على مسألة الرشوة. نعم. تكلم عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الولاة ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية، وبعدين بعد ما رجع للرسول صلى الله عليه وسلم بيحاسبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحساب المالي الاقتصادي. نعم. زي ما حضرتك تفضلت. صحيح. فجي فبيقول هذا لكم وهذا لي، دي الحسابات بتاعة الدولة، بس الحاجات دي كانت جاية لنا هدية بشكل خاص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول ألا قعدت في بيت أمك وأبيك فتنظر هل يهدى إليك أم لا؟ نعم. هل لو أنت كنت قاعد في بيتك كان اللي جاب لك الهدية دي جابها لك، ولا جابها لك علشان أنت المسؤول الفلاني اللي فيه بينك وبينه مصالح معينة؟ صحيح. فعلشان هو يمشي المصالح دي فبيجيب لك الهدية دي. يبقى مش هنسمي المسميات بغير أسمائها، لا، دي اسمها رشوة وده اسمه فساد. الفساد ده هو المنذر بزوال أي خير في الدنيا، لدرجة أني هروح لورا كتير جدا قبل كمان الجريمة الأولى في هذا الكون، سواء من قابيل أو قبلها من إبليس، من قبل الخلق أصلا، من قبل خلق الإنسان والجان، لما جت الملائكة وأخبرهم ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول استفسار استفسروا الملائكة، ربنا هيقيم خليفة في الأرض؟ يعني في تعمير في الأرض وفي كون هيستمر. فلقوا أن في حاجة هم فاهمينها هتتعارض مع التعمير ده. قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني خلوا الفساد جريمة أكثر رعبا وأكثر خطرا من سفك الدماء نفسه. صحيح. إن الفساد ده هيدمر الكون. يا رب لما أنت بعزتك وجلالك يا رب عايز خليفة في الكون وأردت أن الكون ده يستمر ويصلح حاله،
الآدم اللي انت بتتكلم عليه ده احنا شفنا ليه مثيل قبل كده، وقال العلماء في تفسيرها حاجات كتير من ضمنها ان كان في الجن عاشوا في الارض وعاثوا فيها الفساد قبلنا، فكأنه بيسألوا او بيستفسروا ليه هنكرر هذه التجربة تاني. الشاهد من الكلام انه اول استفهام او اول علامة استفهام اتحطت، الشخص ده هو وأولاده ممكن يكرروا نفس الإفساد، يبقى صحيح. الكون يختل والكون يتدمر. ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن ده تعليقا على اللي حضرتك تفضلت بيه مع الدكتور سيد، فكرة ان الفساد مش فطرة في الإنسان، الفطرة هي الصلاح صحيح. والإفساد هو اللي طارئ عليه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون معناها إيه؟ إن أنا أعلم أنا على ماذا خلقت عبدي آدم، وعلى ماذا ربيته، وعلى ماذا علمته، وعلى ماذا فطرته، فهو في فطرته أساسها فيها الخير وفيها الصلاح وفيها الإصلاح. وحتى لو بعض العناصر من أبنائه من بعده أفسدوا، طالما وجد المصلحون وجد الاستمرار في الخير. مهما كان الفساد موجود لا ينذر بالخراب إلا لو وجدت ان في فساد ومفيش صوت وصاده صوت العقل او صوت اولي البقيه اللي اتكلم عنهم القران الكريم اللي هم بينهون عن الفساد في الارض. فطول ما في نهي عن الفساد حتى لو في فساد يبقى في استمراريه وفي امل في الاصلاح. امتى الامل ينتهي؟ لو صوت الفساد بس هو اللي فضل مكمل، واهل الصلاح ما تحولوش من الصلاح لتجربة الإصلاح، إنه يحاول يصلح من الفساد ويقاوم سواء باليد أو باللسان أو حتى بأضعف الإيمان بالقلب. صحيح، فتح الله لك شيخ أحمد. يعني مشاهدي الكرام، ممكن سيطرح نفسه أقول لك أنت قلته ومع الضيوف الكرام إن الفساد قديم بقدمه بخلق الإنسان، فأنتوا إزاي عايزين تنهوا عن الفساد في الأرض وتنهوا صور الفساد؟ إحنا بنقول القرآن بيحاول يحجم هذه الصور ويمنعها بشكل كبير، إنما إحنا مش هنقول إن ما فيش فساد في الأرض، فيه بس ما يبقاش بدرجة 100%، خليها 20% 10%، والوقاية خير من العلاج. كيف أقي نفسي من صور الفساد؟ الشيخ سيد عبد المنعم أبو سعود من علماء وزارة الأوقاف. أقول لك القرآن الكريم عندما يشير إلى هذه الصور من الفساد، هو بيجعل من الإنسان، يعني لو تخيل معي لو إحنا كده عشنا في مدينة نحلم بها وهي المدينة الفاضلة. فضلة نعم. خلينا يعني كده، وفيش بقى صور فساد، ولا في قتل، ولا في نهب، ولا في سرقة، ولا في اعتداء على الآخرين، لا بالكلام في ولا في الأعراض، ولا هذا مجتمع مثالي قوي. نعم. كيف يكون عيشة هذا المجتمع؟ نعم. حتى نصل إلى المثالية التي نرجوها جميعا منذ القدم إلى يوم تقوم الساعة، لابد أن يعترف أهل الفساد أنهم مفسدون. القضية أن المفسد هو معتقد أنه هو مصلح من وجهة نظره، والله جل وعلا فضح المفسدين في أوائل آيات القرآن في سورة البقرة، قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. القضية أن هو يعترف أن اللي بيعمله ده غلط ويبقاش في مكابرة. أحسنت. يعني هي سورة البقرة أشارت إلى المكابرة وعدم الاعتراف، ولذلك سيدنا النبي قال مدلا لنا ومدللا لنا مصرحا على طرق العلاج للفساد المجتمعي والعقدي والنفسي والإنساني في حديث صحيح صريح جدا صلى الله عليه وسلم، لما قعد يكلم الصحابة وكلمهم عن الكبر، فقال أحدهم يا رسول الله إنني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أنا أحب يكون منظري جميل كده ونعلي متلمع وجميل ونظيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بالكبر، إنما الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. أنك لا تقبل الحق، هذا غمط الحق، وازدراء الناس أن أنت حضرتك شايف كل الناس ما بتفهمش وكل الناس دي صغيرة وأنا الوحيد اللي عارف وأنا الوحيد اللي فاهم وأنا الوحيد اللي بأصلح. قضية يا أستاذنا الأستاذ عيد أن هي هتفضل المنظومة مستمرة بهذه الصورة طول ما أنا شايف أن اللي جي ورايا قبلية ما بيفهمش حاجة، وأنا جاي بقى العلم العلامة والحبر الفهامة، اردم كل ده وابدأ من جديد. طب ما ممكن نشوف هو أخطأ في إيه؟ كل ابن آدم خطأ كما حضرتك تفضلت، أكمل وراه وسد الخطأ ده وأقومه وأبدأ أحط رؤية استراتيجية علمية جديدة نقدر ننفذها ونوصل بها للصلاح. فأول طرق الصلاح والعناية والعلاج هو الاعتراف بالفساد من المفسد نفسه. ثانيا هو الاستعانة بالله جل وعلا، لأنه لا معين لنا إلا الله. الله جل وعلا لما يطلع علينا ويرى من أنفسنا أننا نريد الإصلاح
سيصلح. صحيح. إنما إن حضرتك تعتقد إن أنت طول الوقت صح، لا، هذه قال الله عنها يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. إن حضرتك تعتقد إن أنت خلاص ما فيش وسيلة لإصلاح، لا، يبقى الأمل بشرط العمل. نعم. يبقى الأمل بشرط العمل. قال الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. بإذن في تلخيص سريع، أولا الاعتراف بالفساد، ثانيا الاعتصام بالله، ثالثا العمل والإسراع في العمل حتى تصل إلى النتيجة الفورية. حضرتك مش هتاخد برشامة أول ما تاخدها يا سلام أنا شفيت، لا، لازم تاخد مسراها الطبيعي ومجراها في الجسد، بعد 5-6 ساعات تقدر تشفى. فكذلك الأمر إن كانت يد الفساد امتدت حتى وصلت إلى أصول متجذرة، نحن نحتاج إلى وقت ورؤية علمية واضحة بأوقات محددة إمتى نصل إلى بيئة إلى حد ما تصلح لبذر الصلاح فيها حتى تنبت بذور الصلاح هذه فتثمر وتظلل كل المجتمع. نعم. يعني دي حضرتك ذكرته ده طرق ووقاية وعلاج لصور الفساد المنتشرة في المجتمع. نعم. أرجع إلى فضيلة سيدنا الشيخ أحمد محمد عبد العظيم وأقول لك في برضو أدوار لكل إنسان، يعني الأسرة لها دور، المؤسسات المجتمعية لها دور، المؤسسات الحكومية عليها دور في الحد من هذا. نعم. من هذه الصورة المنتشرة من صور الإفساد، فلو كل واحد قام بدوره فعلا احنا نقدر نحد من هذا الموضوع. الدعاة نفسهم عليهم دور اكيد، وزارة الثقافة عليها دور في تثقيف وتوعية وتنوير الناس، وزارة الأوقاف عندها برضك دور في توعية الناس ضد الفساد. لو أسندنا الى كل واحد دوره من هذه الامور هنخلص في النهاية، لو أسندنا لكل واحد أنه يقوم بدوره هنخلص في النهاية لملخص الحل كله في حاجتين لازم يمشوا بالتوازي، مفيش حل منهم هينفع لوحده. هما الحل الأول هو أن احنا في جذور التربية من البداية نربي على الصلاح ونربي على التقويم ونربي على كراهية الفساد وإبغاض الفساد ومحاربة الفساد، لأنه مش دايما العقاب لوحده هو اللي هيصلح. العقاب هيصلح في مرحلة معينة بس هيفضل كل معاقب حد هيطلع لي فاسد غيره. أي. فلازم أربي من تحت الأول أنه ما يبقاش فيه فساد. طيب اللي أنا بربيه على الصلاح وعلى بغض الفساد لما يجي للمجتمع في الواقع ويلاقي أن الفاسد أحيانا يكبر وأحيانا يكسب وأحيانا يتفوق وأحيانا كذا، ممكن يفتن في دينه. صحيح. ويفتن في حياته ويبدأ يختلط عنده تتضارب عنده الأفكار الصح بالغلط. فلازم مع الحل اللي قلناه حل التربية يكون في حل العقوبة الرادعة لكل الفاسدين ولكل المفسدين. وليه بنقول عقوبة رادعة مش عقوبة عادية؟ لأن لو تأملنا آيات القرآن الكريم هنلاقي إن أعظم وأقسى وأغلظ عقوبة نص عليها القرآن الكريم هي عقوبة المفسدين في الأرض. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، خد عندك بقى العقوبات، أن يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كده بس، لا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أشد العقوبة. ما اكتفاش ربنا سبحانه وتعالى أنه يخوفهم من عذاب الآخرة بس، لا، ده أنت في الدنيا هيتعمل فيك كذا وكذا 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 وكذا. كل ده مش عشان عقبته هو، علشان تبقى رادع لمن تسول له نفسه لما يجي ابني اللي أنا مربيه على الصح ومفهمه الصح من الغلط ويجي يشوف حاجة هتفتنه في دينه أن الفاسد هو اللي بتعمل فيه كذا، يفتكر الفاسد الفلاني لما حوسب على مرأة ومسمع من الناس وعوقب أغلظ العقوبة، فالكلام ده يرد لعقله تاني ويرد عن دينه ويرد لدينه عفوا ويرد عن الفتنة اللي كان ممكن. صحيح. يفتن بيها. فلازم الجناحين دول ما ينفعش نطير بجناح فيهم لوحده، التربية والتقويم من الأساس، والشخص أو البذرة الفاسدة اللي خلاص ما فيش راجع منها للإصلاح العقوبة هي اللي تقوم وهي اللي تردع غيره. يعني أنا هاخد من طرف كلامك وارجع إلى فضيلة سيدنا الشيخ سيد وأقول لحضرتك برضو. نعم. من طرق في اعتقادي من طرق الوقاية والعلاج من صور المنتشرة في الأرض من الفساد تصدير القدوات الصالحة. أحسنت. يعني احنا عايزين برضك لما يجي نصدر لشبابنا. نعم. ولأولادنا خلينا بس نتكلم يعني. نعم. بصراحة. نعم. واضحة في هذا اللقاء. أحسنت. يقول لك النهاردة فلان هو اللي معاه فلوس، فلان هو اللي مش عارفه، وتصدير الدراما برضك لأعمال البلطجة والعنف وهذا الكلام ده شيء مزري. نعم. ده مش الشعب المصري ولا دي الأمة العربية، وخاصة مصر. مصر أمة التراحم، أمة الأخلاق،
ولا ده مش مظبوط؟ أحسنت. يبقى تصريح القوة. أحسنت أحسنت. هو الفكرة زي ما حضرتك قلت، الحوار المجتمعي الهادئ كل في مجاله، الداعية في مجاله، الأستاذ في مدرسته، الدكتور في جامعته، الدكتور صحيح. في عيادته، كل في مجاله، أن تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. الشاب لما جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصرح له بالزنا، نفسه سلم أمش ضربه ولا نهره ولا أي حاجة خالص، محتاج تقعد مع ابنك تقول له يا حبيبي فلان الفلان اللي انت شايفه قدوة دوت ده فاسد ومفسد، انت محتاج تطلع زي فلان وفلان. فسيدنا النبي قال له أترضاه لأمك؟ فالشاب اتفزع كده، اتخض قوي، قال لا، قال وكذلكم الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا، قال وكذلكم الناس. أترضاه لابنتك؟ قال لا، قال وكذلكم الناس. فسيدنا النبي ما سابوش وقام، راح حط ايده على صدره وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه. احنا محتاجين القدوة اللي احنا تعلمناها في مدارسنا زمان، ان الام مدرسه اذا عددتها عددت شعبا طيب الاعراق. طب ناخد اشارات سريعه كده برضو. نعم. من ضمن عشان نستفيد كلنا مع المشاهد. نعم. الكريم، من ضمن هذه العلاجات، وانا هاخد من طرف كلامك الى فضيله الشيخ احمد واقول. نعم. لحضرتك برضو الاسره لها دور في عدم الانحراف وانتشار. نعم. الفساد. يعني مثلا لو كان الرجل ربنا مثلا سبحانه وتعالى مضيق عليه في رزقه، فهنا الزوجة لابد أن تصبر، الأولاد يصبروا، ولا يكلف الزوج فوق طاقته حتى لا يؤدوا به إلى الانحراف. نعم. صحيح. والفساد صحيح. كتير من الأسر، كتير من الأسر هي اللي بتضطر عنصر من عناصر الأسرة إنه يروح لطريق الفساد. نعم. زي مثلا المثال اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي، المثال الرائع ده، إنه ممكن الشخص في منتهى الصلاح اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الزوجة احنا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، الأولاد احنا ولاد جارنا فلان عملوا كذا ودخلوا مدارس الفلانية الغالية اللي بكذا وعملوا كذا وعملوا كذا، احنا عايزين نعمل زيهم. الطفل في الوقت ده ممكن يكون مش مدرك قوي حتة ان في فرق بين المال الحلال والمال الحرام، والمسألة دي العبء هنا بيقع على الأم وعلى الزوجة زي ما بيقع على الزوج، ويمكن أكثر كمان. إنه لازم هي من ناحية ما تضغطش على الزوج، ومن ناحية تانية لازم تهدي الأولاد وتفهمهم إن لا، والدك يقدر يعمل كذا، حدودنا كذا، الحاجة الفلانية دي مش هينفع تتعمل، القدوة زي ما تفضل الدكتور سيد كده، القدوة اللي انت شايفه كذا ده، طب ما في القدوة الفلاني ده اللي عمل وعمل وعمل وشوف. صحيح. الناس بتتكلم عنه ازاي وبتشكر فيه ازاي، اصل الممثل الفلاني عمل كذا وعمل ادوار البلطجة زي ما حضرتك تفضلت كده ومش عارف ايه، ألاقي المثال دايما الأم تقوله على طول، طيب عارف الشيخ الشعراوي مثلا رحمه الله ورضي الله عنه؟ آه ده كذا كذا كذا، آه ده ميت دلوقتي بقاله زيادة عن ربع قرن من الزمان، بس شوف سيرته عند الناس عاملة ازاي دلوقتي، شوف صوره في كل حتة ازاي وكذا وكذا، طب ده كان بيعمل ايه يا ماما علشان يوصل لكده؟ ده تعلم في الأزهر الشريف وعمل كذا وعمل كذا وبقى داعية بينفع الناس وبيصلح في المجتمع. صحيح. فابدأ أحبب ابني أنا كأب أو أم في القدوة الصالحة، يبدأ يتعلق بيها وارتبط بيها، زي ما نرجع نقول تاني ما بلوش فرصة إنه يبدأ يضطر يفكر إني لازم أعمل الغلط علشان أنجح، لازم أعمل الغلط عشان أبقى. صحيح. مشهور والناس تحبني. نعم. يعني مشاهدي الكرام، يمكن إحنا قلنا هذا الكلام وبفكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا شباب الصاحب ساحب، هتمشي مع إنسان محترم تطلع محترم، تمشي مع إنسان صالح هتكون صالح، لأن كل إنسان بيتأثر باللي بيمشي معاه. أنا إحنا قلنا ليه مع ضيوف الكرام إن الزوجة والأولاد ممكن يبقى عبء على أبيهم، تعرف من علامات يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف أنه يأتي زمان على الناس يورد الإنسان مورد المهالك من قبل زوجته وأولاده. الصحابة استغربوا، الإنسان يخش جهنم ويورد مورد المهالك من خلال زوجته وأولاده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يطالبونه بما لا يطيق فيريدونه موارد المهالك، ينحرف ياخد رشوة، بعد كده يؤدي إلى السجن، بعد كده يؤدي إلى النار، ودي مشكلة كبيرة مجتمعية. فالقرآن بيعمل على الحد من هذه الصور وهذه المظاهر، وبلاش بقى إن احنا يعني نلبس على بعضنا البعض ونجيب بقى الرشوة في صورة هدية، الفساد في صورة حنكة وذكاء إنسان ذكي، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. عودوا إلى أخلاق القرآن، عودوا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى التقاليد والعادات المصرية. نختم قولي، وانت داخل عند باب النصر كده حضرتك يا ببص كده، وانت داخل عند باب النصر هتلاقي الشرطة قاعدة، وهتلاقي على الشمال كده في مقام صغير كده أو قبر صغير كده مكتوب عليه هذا قبر الزوء. الزوء ده
احنا دايما نقول الذوق ما خرجش من مصر. الذوق ده بني ادم كان دايما يفض ما بين الناس المتخاصمين وبتاع، وبعدين في يوم من الايام بيفض بالناس فما سمعوش كلامه، فقال لهم ما تسمعوش كلامي انا سايب مصر وخارج. لما جه يخرج قدر الله له ان يموت عند هذه البقعه اللي هي عند باب النصر. فلما مات الناس اللي هم اتخانقوا دول مع بعض واتشجروا زعلوا قوي، قالوا الذوق يخرج من مصر ازاي واحنا بنحترم العمر ده كله، ومصر من عادتها الادب وانها تنصاح الى المعروف، فقالوا نبحث عنه. فطبعا زعلانين ان الراجل الذوق ده خرج من مصر. فواحد ماشي اتلقى الذوق ميت عند تراب باب النصر ومدفون عند باب النصر كده، فقام اعلى صوته واعمل صياح وقعد يقول الذوق ما خرجش من مصر. فصارت مثل شهير قوي عندنا ان الذوق ما خرجش من مصر. مصر هي ام الذوق، هي ام الادب، هي ام الاخلاق، مش ابدا هي الفساد. وطب وفطره الانسان هي الصلاح وليس الفساد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح جميعا امورنا يا رب العالمين. مشاهدي الكرام اشكركم على حسن المتابعه، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير في نهاية هذا اللقاء لضيفي الكريم فضيلة الشيخ سيد عبد المنعم أبو السعود من علماء وزارة الأوقاف. شكر الله لك. كما أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العظيم من علماء الأزهر الشريف. أشكرك على هذا اللقاء. ربنا يبارك في فضلك. وأشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.